السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الفيد الكهربي والمجال الكهربي وقانون جاوس. الفيد الكهربي، عارفين احنا انه شدة المجال الكهربي يديها الرمز اي، دي عبارة عند اي نقطة هي عدد خطوط القوة الكهربائية في وحدة المساحات التي تعبر سطحا عموديا على المجال القريب من تلك النقطة. يعني إذا كان عندنا شحنة، وليكن شحنة موجبة، وعندنا شحنة اختبار عبارة عن شحنة نقطية، هذه الشحنة تقع داخل المجال المحيط بالشحنة الموجبة. قلنا إنه المجال الكهربي لأي شحنة، قلنا سابقا، عبارة عن المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربائية ويظهر فيها تأثير الشحنة. عدد كمية الفيض أو عدد خطوط الفيض الكلية الخارجة من هذه الشحنة تعبر عن الفيض الكهربي. ويمكن نقول تعريف ليها تاني، هو عبارة عن العدد الكلي لخطوط الفيض الكهربي الخارجة من الشحنة. طيب ايه العلاقة ما بين الفيض الكهربي و بفيض المجال الكهربي وشدته؟ الفيض الكلي الخارج من الشحنة عندما يمر بمساحة معينة، يمر عموديا بمساحة معينة من اي جسم، فانه كمية الفيض المرة عموديا خلال مساحة معينة تعبر عن شدة الفيض الكهربي. بالفاي بيساوي الاي شدة المجال في الاي، اذا الاي شدة المجال بيساوي الفاي على ايه؟ على الاي. حيث ان الفاي هي فيض المجال الكهربائي، هو عبارة عن العدد الكلي لخطوط القوى الكهربية التي تعبر هذا السطح. وحدة قياس الفيض الكهربائي هي النيوتن متر تربيع على الكولوم. نيوتن طب متر تربيع على على الكولوم. طيب مثال، ما هو الفيض الكهربي خلال كرة نصف قطرها 1 متر وتحمل شحنة عند مركزها مقدارها موجب 1 مايكرو كولوم؟ إذا عندنا الشحنة، هذه الشحنة بإيدي الفيض دي الكرة أهي، في شحنة موجبة أهي في المركز، مقدار الشحنة دي بيساوي 1 مايكرو مايكرو كولوم. عايزين نحسب الفيض الكهربي اللي خارج من هذه الشحنة اللي هي مقدارها 1 مايكرو كولوم ونصف قطر الكرة بتاعتها 1 متر. يمكن الحصول على المجال الكهربي على بعد 1 متر من الشحنة، وذلك باستخدام المعادلة الآتية، انه الاي بيساوي ثابت كولوم في كمية الشحنة على مربع المسافة من الشحنة. إذن ثابت كولوم بيساوي 9 × 10^9 مضروب في قيمة الشحنة اللي هي 1 مايكرو كولوم، 1 × 10^6 على مربع مربع المسافة بين الشحنة. ده الكلام ده بيساوي 9 × 10^9 نيوتن على الكولوم. طيب بعد كده عايزين نجيب المجال ده، هيكون موجه المجال ده قطريا الى خارج مركز الكرة في جميع الاتجاهات وفي وضع عمودي على على سطحها. والفيض الكهربي خلال هذه الكرة واللي مساحتها ممكن نحسبها، مساحة السطح بتاعها نحسبها من المعادلة، انه الـ A بيساوي 4 باي R تربيع بتساوي 12.6 متر متر مربع. طيب يمكن نحسب الفيض بعد ما حسبنا المساحة، يبقى الفيض بيساوي الفاي E بيساوي الـ E اللي هي شدة المجال اللي حسبناها مسبقا اللي بيساوي 9 × 10^9 مضروب في مساحة سطح الكرة اللي نحن حسبناها اللي هي 12.6 متر متر مربع، يبقى بيساوي 9 × 10^9 مضروب في 12.6 هيساوي 1 و
13 في 10 أس 15 نيوتن متر مربع على إيه؟ على الكولوم. الحال ده في حالة لما يكون المجال عندنا إيه؟ منتظم. طيب أما الحالة التانية لما يكون المجال غير منتظم وخطوط المجال غير عمودية على السطح. لاحظ إنه هنا إدي خطوط إدي السطح بيصنع زاوية مع العمودي، ودي خطوط الفيض موازية للسطح، وبالتالي في زاوية بيصنعها الوضع العمودي للسطح أهو على خطوط المجال والوضع الأساسي اللي هو معطى في خطوط المجال. إذا فرضنا إنه مساحة السطح اللي هو المائل هذا هي عبارة عن الـ A، تمام، وقيمة الزاوية سيتا، فإنه الزاوية المركبة العمودية للمساحة عبارة اللي هي الـ A داش بيساوي الـ A كوزاين سيتا، وبالتالي شدة المجال هي الفاي بيساوي الـ E في مركبة المساحة العمودية على خطوط خطوط المجال، يبقى الـ A داش بيساوي الـ A كوزاين سيتا، إذن الفاي بيساوي الـ E في الـ A كوزاين سيتا. من المعادلة دي يتضح إنه الفيض عبر أي مساحة أي مساحة سطحية ذات ذو قيمة E في الـ A عظمى عندما يكون السطح عمودي على المجال، أي عندما تكون سيتا بتساوي زيرو، وعندما يكون الفيض مساوي ويكون الفيض مساوي للصفر عندما يكون السطح موازي لخطوط المجال، أي عندما تكون السيتا بتساوي 90 درجة. طيب أما إذا كان المجال غير منتظم متغير الشدة والاتجاه، والسطح أيضا غير منتظم، فبالتالي نحن هنلجأ إلى تقسيم السطح إلى عدة أجزاء صغيرة بحيث يكون خلالها المجال ثابت وتكون المساحة معلومة. يتم تقسيم السطح إلى أجزاء صغيرة ويجمع التدفق من خلالها لإيجاد التدفق الكلي خلال السطح. نقصد هنا بالتدفق اللي هو الفيض الكهربي الكلي. استنى هناخد كمثال من الأسطح الصغيرة، نحن الأجزاء الصغيرة اللي خدناها نكبر هنا مساحة. عنصر المساحة هنا اللي هو دلتا AI، وعنصر المجال اللي هو الـ EI والسيتا I، يعني دي المساحة للجسم رقم I، والزاوية للجسم برضو بين الجسم أو بين السطح واتجاه المجال اللي هي سيتا I، وده مجال عند النقطة أو عند الجسم اللي هو رقم I، وبالتالي يبقى دلتا فاي هتساوي الـ EI دلتا AI كوزين سيتا I، اي بيساوي متجه المجال في عند هذه النقطه في متجه المساحه. اذا الفاي بيساوي ليميت تلت عندما تقول لي زيرو في مجموع شده المجال هي اي عند هذه النقطه زائد مضروب في متجه المجال متجه المساحه عند هذه النقطه، ده بيساوي تكامل متجه المجال في متجه المساحة، وبالتالي ده يساوي الـ E اللي هو شدة المجال مضروب في عنصر المساحة اللي دي في كوزين الزاوية. من هنا إذن متجه الفيض اللي هي دلتا فاي هيساوي متجه المجال مضروب في متجه عنصر المساحة. إذن الفاي بيساوي تكامل المساحة لشدة المجال كوزين سيتا مضروبة بدلتا دي بالنسبة لعنصر عنصر المساحة. طيب مثال، يبين الشكل المقابل شحنة موجبة، هذه الشكل المقابل الشكل اللي عندنا هذه شحنة موجبة، الشحنة الموجبة دي قيمتها 1 كولوم موضوعة في مركز سطح كروي، المركز نصف قطره R، عايزين نحسب عدد خطوط القوة الكهربائية التي تنفذ خلال هذا السطح. بما ان عندنا ثابت كولوم بيساوي 1/4 باي ابسلون نوت اللي هو بيساوي 9 × 10^-9، عايزين نستنتج قيمة الواحد على ابسلون عشان نحتاجها بعد كده في الحل بتاعنا. يبقى واحد على ابسلون هنا، واحد على ابسلون هنضرب في 4 باي طرفين هيدينا 1/1 ابسلون نوت بيساوي 4 × 36 باي × 10^-5. طيب
بما أن خطوط المجال الكهربائي المبعث عن الشحنة الموجبة اللي هي 1 كولوم في حالتنا هذه بالاتجاه الإشعاعي، فإن السطح الكروي يكون عمودي عليها، وبذلك يصبح بالإمكان استعمال المعادلة الآتية لحساب عدد خطوط القوى الكهربية المخترقة للسطح اللي هي فاي بيساوي اي في الاي، بما أن السطح عمود على خطوط المجال. إذن من هنا استنتج انه المجال عندي كان بيساوي 1/4 باي ابسلون نوت في الكيو على الار تربيع. اذا الفاي هنعوض هنا عن المجال، شدة المجال بالمقدار ده، والمساحة ب4 باي ار تربيع اللي هي المساحة سطح، مساحة السطح الكروي. اذا الفاي هتساوي الكيو على الابسلون نوت. ليه؟ لان عندي 4 باي تربيع هنا هتروح مع 4 باي ار تربيع، اتفضل عندي كيو على الابسلون الابسلون. يبقى هنا الفاي هيساوي كيو على الابسلون. طب انا عندي الكيو 1 كولوم وعندي 1 على الابسلون ب 36 باي في 10 اس اس 9. اذا الفاي بيساوي 36 باي في 10 اس اس 9. طيب مثال، اوجد قيمة الفيض الكهربي الكلي خلال سطح مكعب طول ضلعه L وضع في مجال منتظم باتجاه محور اكس. ادي المكعب اللي عندي طول ضلعه L، طول ضلعه اهو L. هذا المكعب وضع في مجال اهو في اتجاه محور محور اكس. السطحين الوحيدين هيكونوا عمودين على اتجاه المجال هو الوجه ده، الوجه A2 والوجه A1 اللي هو الوجه المخفي اللي هو المطل على الناحية التانية. اما الوجه ده فهيكون موازي لخطوط المجال، وايضا الوجه ده والوجه الناحية التانية هيكون موازي لخطوط المجال، وبالتالي هتكون الزاوية عمودية، وبالتالي كوزين سيتا هتساوي هتساوي صفر. اذا المجال الكلي هيساوي شدة المجال في عنصر المساحة كوزين سيتا بالنسبة للوجه الأولاني اللي هو الوجه ده، بالإضافة زائد شدة تكامل شدة المجال دي في الدي اي اللي هو عنصر المساحة كوزين سيتا بالنسبة للوجه الثاني. طيب هنا في إحكاء الوجه الأولاني رقم واحد، الوجه رقم واحد هنا هتكون الزاوية بتساوي 180. إذا الفاي بيساوي الإي في الدي اي كوزين 180. طيب وانا عندي شدة المجال دي دايما ثابتة فبتطلع برا، كوزين 180 يبقى بواحد، يبقى عندي كوزين 180 بسالب واحد يبقى بيساوي سالب A في تكامل عنصر المساحة. مساحة الوجه ده عبارة مكعب اوجد مربعة، اذا المساحة بتساوي ال A تربيع. اذا الفيض على الوجه الاولاني بيساوي سالب ال E في ال A ال تربيع. اما الفيض في من خلال الوجه الثاني عبارة عن تكامل شدة المجال في عنصر المساحة كوزين ايه؟ كوزين سيتا. سيتا هنا عندنا بتساوي صفر، وبالتالي كوزين سيتا بتساوي واحد. شدة المجال ثابتة فتطلع برا برا التكامل. اذا الاي في تكامل الوجه الثاني اللي هو الدي اي برضو على شكل مربع، يبقى التكامل بتاعه ال تربيع. شفنا الفيض الناتج على الوجه الاولاني كان سالب اي ال تربيع، الفيض الناتج على الوجه الثاني كان الاي ال ال تربيع. طب الفيض الكلي عباره عن ايه؟ عباره عن الفيض على الوجه الاولاني زائد الفيض على الوجه الثاني، وبالتالي يبقى الفاي الكليه بيساوي الاي ال تربيع ناقص الاي ال تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. اذا الفيض الكهربي الكلي خلال سطح مكعب طول ضلعه ال موضوع في مجال منتظم باتجاه محور اكس، المحصلة بتاعته بتساوي صفر.